الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. مدبولي يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. مصر وفرنسا تناقشان التحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لا سيما الموجه منها للتصدير. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء، وجه الرئيس السيسي كذلك باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام وزيادة نشاط القطاع الخاص والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات. كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في المواني في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المشروعات الإنتاجية لا سيما الموجهة منها للتصدير. كما وجه السيد الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز على الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم العروض المقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وذلك تمهيدا للعرض على الرئيس السيسي. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن مستهدفات الدولة من إدارة وتشغيل المدينة الأولمبية تتضمن حسن الإدارة التشغيلية للمدينة وفقا للمعايير الدولية من خلال الاستعانة بشركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضيا وثقافيا وترفيهيا واقتصاديا.
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الفعاليات إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. مصر عليها العين وولادها الغاليين. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عنهم تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصا من الوزارة على دعم ومساندة المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس انه بيفكر فينا ووصل لينا هنا في المنيا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة حضرتك طيب يا ريس، وربنا يخليك لينا ودايما معانا كده وجنبنا على طول. احنا عم نشكر الرئيس ونقول له كل سنة وانت طيب، ان هو مش ناسينا في المبادرة بتاعته دي. شاكرين يا ريس على الهدايا الجميلة ديت، وكل سنة وانت طيب. هنا مصر العظيمة الباهي، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر العظيمة الباهي، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا، وإن هو بيفتكرنا حتى لو في آخر الصعيد، وشكرا على المبادرة اللي حضرتك عملتها لنا وكفتنا من كل الموارد. وما احرمناش منك يا ست الرئيس، وألف ألف شكر، وربنا يخليك لينا. هنا مصر العظيمة الباهي، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر العظيمة. الله يبارك لك يا رئيس، فرحتنا، فرحت قلوبنا. كل سنة والرئيس بخير، وكل سنة والشرطة المصرية بتاعتنا بخير، وكل سنة وانتم طيبين. حاجة كبيرة جدا ان الرئيس فاكرنا في كل الأوقات، وفاكرنا هنا في جنوب سيناء محافظة بعيدة، ودايما فاكرنا في كل حاجة. كل سنة طيب، وكل سنة والسيد الرئيس طيب. مأموريات وزارة الداخلية انطلقت إلى جميع المحافظات لتوزيع هذه العبوات التي تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين، مستهدفة أماكن إقامتهم وعملهم، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. بقول للرئيس ربنا يخليه لنا ويقعد عليه بخير ويطولنا في عمره يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، تمشي منه سعادة الرئيس، تملي فاكرنا وتقعد عليه الايام بخير. شرف عظيم ليا ان هم جم شرفوني النهارده وجول لحد باب بيتي، وده في حد ذاته يعني احسن من كرتون ومن اي حاجه، وجودهم في وسطنا كده وهم اهلنا اصلا. هنا مصر. ألف شكر لسيادة الرئيس إن هو فاكرنا مش ناسينا في أي وقت. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنة طاب الرئيس. نجاحات متواصلة تحققها مبادرة كلنا واحد منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لتفعيل دورها الإنساني والمجتمعي لتخفيف العباء عن كاهل الأسر المصرية، والعمل على توفير احتياجاتهم بخاصة في المناسبات المختلفة. بصراحة الرئيس هنا في شمال سيناء مش مخلينا محتاجين أي حاجة خالص، دايما فاكرنا في كل المناسبات. بنشكره جدا على الكرتونة الكاملة دي. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب. شكرا ليك وشكرا للرئيس، وكل سنة طيبين، وتحية مصر.
كل سنة وانتم طيبين وكل سنة والرئيس طيب وبخير وسعادة يا رب، وربنا يوفقك في كل خطوة بيعملها. احنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات اللي بيعملها لنا في شمال سيناء. احنا في شمال سيناء عايشين في حياة كريمة والحمد لله في امن واستقرار. نشكره على الامن والامان، وكل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ستيفان سيغارنييه لبحث المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة والتحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار ولتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين. وخلال الاتصال نقل شكري لنظيره الفرنسي تقدير مصر للجهود التي تبذلها فرنسا من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن للتعجيل بإصدار قرار من المجلس يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. وقد اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في هذا الإطار بما في ذلك مع الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخميس إلى القاهرة. كما تناول الاتصال الوضع في السودان، حيث حرص شكري على إطلاع نظيره الفرنسي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حلحلة الأزمة السودانية ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة في تمديد لجولته في الشرق الأوسط بسبب حالة من التوتر بالمنطقة نتيجة خطط إسرائيلية لشن هجوم عسكري على رفح بجنوب قطاع غزة. يأتي هذا في حين وصل أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر. كان بلينكن قد قال في وقت سابق إن زيارته للمنطقة تستهدف مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم، مشيرا إلى أنه سيبحث أيضا سبل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومناقشة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك سيستغرق بعض الوقت. ذكر نتنياهو في بيان له أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح. وفي سياق آخر أعلنت حركة حماس أن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبيا، وذلك بعد أن سلمه وسطاء. أعلنت السلطات الصحية في غزة في بيان لها أن أكثر من 31,923 فلسطينيا استشهدوا، كما أصيب 74.96 في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية بغزة أن 100 فلسطيني استشهدوا وأصيب ما يقرب من 162 خلال 24 ساعة الماضية.
تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين. يأتي هذا مع استمرار مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات، حيث استقبل المطار اليوم طائرتين، أحدهما من قطر والأخرى من الإمارات، تحملان عددا من أطنان المساعدات الغذائية والطبية. للمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوانى مصر لحظة عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين من خلال بوابة معبر رفح المصري. اليوم نتحدث عن حركة دخول الشاحنات أمام بوابة معبر رفح، دخول ما يقرب من 90 شاحنة بها عدد من المواد الغذائية ومواد الإغاثة، منها أيضا عدد من الشاحنات والمساعدات القادمة من برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 7 شاحنات للوقود. كل هذه الشاحنات تتوجه للجانب الفلسطيني لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى أيضا استقبال المعبر إلى عدد من المصابين والجرحى. نتحدث يوميا عن أن المعبر يستقبل ما يقرب من 50 مصاب، بالإضافة إلى مرافقيهم. يتم تقديم كل الخدمات العلاجية وأيضا خدمات الإقامة لمرافقيهم داخل مدينة العريش. هذا على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بمطار العريش واستقبال المساعدات من الدول المختلفة. استقبل مطار العريش اليوم طائرتين، الطائرة الأولى قطرية وعلى متنها عدد من أطنان المواد الإغاثية، وأيضا طائرة إماراتية على متنها 49 طن من مواد الإغاثة وأيضا المستلزمات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي. اتجهوا بالفعل إلى المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر لشحن هذه الأطنان على الشاحنات المختلفة لتوجهها إلى معبر رفح مباشرة. مجهودات كبيرة جدا تتم من الجانب المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بدخول هذه المساعدات، لكن يبقى المطلب المجتمعي وأيضا المطالبات والنزاعات بتيسير عملية الدخول من الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لتكفي حاجة القطاع هناك. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وحركة الشاحنات أيضا أمام بوابة معبر رفح المصري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستضمن أمن مناطقها الحدودية التي تتعرض للقصف بشكل متكرر من أوكرانيا، وأضاف في اجتماع مع نشطاء في الكريملين أن روسيا لديها المزيد من الخطط الخاصة بشأن كيفية الرد، لكنها لن تهاجم السكان والأهداف المدنية في أوكرانيا. وقال في تصريحات بثها التلفزيون إن المهمة الأساسية هي ضمان الأمن، وإن هناك أساليب مختلفة يمكن استعمالها لضمانه. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50% في ثاني اجتماعات عام 2024. كان الفيدرالي الأمريكي قد رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي بمقدار 25 نقطة أساس وصولا إلى نطاق 5.25% و5.50% عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما، وهي الزيادة 11 منذ بداية العام الماضي. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. وعلى صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة انتصار السيسي أن القوات المسلحة المصرية قدمت في هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، معربة عن أمنياتها بأن تظل مصر كعادتها وطنا عزيزا وكريما.
نظمت لجنة الفنون والأداب بالمجلس القومي للمرأة والمعهد العالي للنقد الفني ندوة ثقافية بعنوان العاشر من رمضان أمهات ومبدعات. تأتي الندوة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي يتزامن الاحتفال بهذا العام مع شهر مارس، حيث احتفالات مصر والعالم بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. سعيدة قوي لأن أنا فعلا أقدر جدا المحاربين، ولي أخ استشهد في الحرب 67، فالشهداء دول على رأسنا من فوق وذكراهم لازم نجددها باستمرار ونترحم عليهم وندعي لهم، وبرجو أن كل مصري يدعي لكل شهيد دافع عن مصر بالرحمة والمغفرة وفي الجنة كلهم إن شاء الله. سعيدت جدا جدا وأنا بسمع طبعا ذكريات أسر أو أمهات الشهداء اللي احنا النهاردة بنكرمهم، كل واحدة أنا تعمدت أن أنا أطلب من كل واحدة كلمة، على الرغم من أن أنا متأكد وعارف أن هذه الذكريات بتثير كثير من الشجون والألم في داخل النفوس، لكن كان مهم أوي ولازم أن احنا كل شوية نتذكر شهدائنا ونتذكر قصص هؤلاء الأبطال وأنهم سطروا أسمائهم بحروف من نور في تاريخ هذه البلد دفاعا عن أرضها وعن شعبها عشان احنا نعيش في استقرار وأمن وطمأنينة. فكرة ان احنا نكرم أسر الشهداء وان احنا بنتكلم على العاشر من رمضان والامتداد الحقيقي في دعم الوطن من حرب 73 لغاية النهاردة، فاحنا يعني العطاء من أجل الوطن لم ينتهي، وإحنا في حربنا ضد الإرهاب الحقيقة هي حرب ضروس، حرب شرسة خضنا فيها يعني أيام وليالي طويلة، سنوات من عمر الوطن، شهداء يعني بذلوا أغلى ما يملكوا أرواحهم في سبيل هذا الوطن. يضم متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات معظم مقتنياته، وقد تم إنشاؤه عام 1996 بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية. ويوجد داخل المتحف مكتبتان تحتويان على أكثر من 1500 كتاب تحدثت عن السادات بجميع لغات العالم، كما يوجد جزء خاص بالصحافة والإعلام ومعظم الجرائد التي تحدثت عن الرئيس محمد أنور السادات منذ الميلاد وحتى الوفاة. ويزور المتحف سنويا ما لا يقل عن 18,000 شخص. بنقول دعوة لكل شعب مصر، تعالوا زوروا متحف البطل الزعيم الراحل محمد أنور السادات. احنا المتحف مفتوح على مصراعيه لاستقبال محبين البطل الزعيم الراحل محمد أنور السادات بمسقط رأسه بقرية ميتة بالقوم مركز تلا محافظة منوفية. يعني من عندنا داخل المتحف كمان سجلين اثنين موثقين، سجل للزوار الأجانب، أي زائر بيجي بيسجل كلمة في سجل الزيارة بالتاريخ بتاعها ومميز. كمان بنشوف سجل خاص بالعرب، أي حد جاي من دولة عربية أو من داخل مصر سواء إذا كانت مدارس أو معاهد أو جامعات أو مراكز شباب، طبعا كل ده موثق معنا في سجل الزيارات. أصدر مستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل 5 مراكز، وهي كالآتي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقبي، وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف. تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة. وأوضح قاضي التحقيق في بيان صحفي إنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا، شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية
وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر. نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل إفطار في حي الأسمرات، ضم عشرات الأسر وأبناء وأهالي الحي، فضلا عن عدد من القيادات المجتمعية والدينية. يأتي هذا الإفطار تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار الجهود المبذولة لخدمة المواطنين. تأكيدا على الدور المجتمعي في المناطق الأولى بالرعاية، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل إفطار في حي الأسمرات، ضم عشرات الأسر وأبناء وأهالي حي الأسمرات وسط أجواء من المودة والمحبة التي سادت المكان. الفعالية النهاردة هي إفطار جماعي للشركاء مع الهيئة من المستفيدين والمسؤولين، شركة مع بعض، بنحتفل برمضان وبنحتفل بالإفطار معا في جو من المحبة، جو أسري. كلنا بنحتفل بدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية على إفطار للأسرة المصرية الشركاء النهاردة. النهاردة كلنا مصريين، بيحكمنا دولة نظامها ديمقراطي بيؤمن بالمواطنة. النهاردة كل المصريين جايين على مائدة واحدة، مائدة الوحدة الوطنية، مائدة الشركاء. مفيش مسلم ولا مسيحي، كلنا مصريين. أقيم حفل الإفطار في المدينة الشبابية بالأسمرات وضم عددا من القيادات المجتمعية والدينية التي أكدت على تلاحم أبناء الشعب المصري في المناسبات والاحتفالات الدينية المختلفة، حيث تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية الصوم الكبير لدى الإخوة المسيحيين. فعليا النهاردة احنا كل سنة بنيجي في رمضان نفطر سوا ونقدم التهاني لبعض بمناسبة الأصوات، والسنة دي جه الصوم في نفس الميعاد نفس التوقيت، فطبعا كان لازم ان احنا نجتمع برضو ونهني بعض بالصوم. واحنا مصر هتفضل كده على طول، يعني مصر هي كانت كده وهتفضل كده. طبعا هي دي طبيعة الشعب المصري من زمان، مش من النهاردة، ده شيء مش مخترعينه، احنا تعودنا كده على طول. دي بتبين ان احنا لحمة واحدة، ان الشعب المصري ايد واحدة، ان احنا دايما في امن وامان والبلد كلها بخير واحنا في عطاء. شايف الكل الكبير والصغير، المسلم والمسيحي، كلنا متجمعين في حب مصر. حفل الإفطار ضم 2000 مصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليؤكد على دور المؤسسات المجتمعية في توحيد الجهود نحو خدمة المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وعن أخبار الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. مدبولي يتابع إجراءات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. مصر وفرنسا تناقشان التحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية. مشاهدينا الكرام، نهاية أخبار التاسعة، لكن التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم وشفقي المنيري. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا أدهم، مساء الخير يا نهى، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. ودايما كده متألقين يعني. أخبار رمضان إيه النهاردة؟ العاشر من رمضان، بيجري بسرعة جدا. حقيقي رمضان فعلا بيخلص بسرعة، لكن والله كل يوم فيه بيبقى ليه طعم كده وخصوصية طبعا. وأحداثه كمان حلوة يعني. عايزين نقول لكل أم مصرية كل سنة وهي طيبة أكيد وبخير. كل مصر بتحتفل بالأمهات المصريات العظيمات يعني. طبعا كل سنة وانتم طيبة وأمهاتكم بألف خير وأخواتكم وكل الأمهات بقى اللي في حياتنا. وانت بألف خير. كل حلقة موفقة إن شاء الله، وأكيد عندك كتير في حلقة النهاردة. أكيد نحاول كده نبقى مع المشاهدين في ساعة سريعة بإذن الله. أدا ونهى بتمنى لكم كل التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ معكم برنامج التاسعة، تفضلوا.